أكثر أنواع التلوث البيئي الصحية، المواد الصحية الصحية. لأنك أنا ذكرت لك أستاذي الكريم أن المخلفات الصلبة والسائلة تعتبر من المخلفات الطبية أو أقسامها. المخلفات الصلبة للمكب العام، لكن ندعو على المخلفات السائلة اللي هي تحتوي على فيروسات وبكتيريا وديدان وأمراض، يعني الفيروسات قلت لك الكبدي والإيدز. نعم. فتخيل أن هذه كلها من الصرف الصحي المستشفيات أو العيادات أو المصحات، للأسف شديد للصرف الصحي أو للبحر. طيب. طبعا المفروض هي يتجدد زي ما تفضل الأستاذ عبد الحفيظ، مية البحر هذه قدرة من الله إن هو يدير في تغييره، لكن لا. الكم الهائل والعدد الأنابيب ما يستطيعش البحر إنه يحاول ينقي روحه، يعني في الكم الهائل من الأخطار. طيب.